جاني من حسرة، ردي لمسي أنا مجروح من بكرة، وكل المشاعر صحاري تنتظر قطرة، وإحنا مع الوقت في سفرة ورا سفرة. حبيبة خيالي فرج الكربة، هو الشوق والذكريات ولمة الصحبة، هو الشوق والذكريات ولمة الصحبة، أظن اليمن يا درر والنغمة هالعذبة، أستغفر عنك والقى إليك يا ربي، ألا إليك يا ربي، فرق علي محنتي وكربي، يا رب يا رب أنا مظلوم، يا رب يا رب أنت عارف إن أنا مظلوم، يا رب أنا ظلمت أقرب الناس فيا، ظلمت أخي، ظلمت بنت عمي، بس رجعت لهم حقهم يا رب، بس أنا ما قتلته يا رب، يا رب أنا مظلوم، يا رب يا رب أنا ما قتلتوش، يا رب يا رب أنا ظلمت أخي، ظلمت أقرب الناس لي، وظلمت بنت عمي الكريا، يا رب بس أنا رجعت لهم حقهم، يا رب بس يا رب أنا ما قتلتوش، أنت عارف يا رب إن أنا مظلوم، يا رب يا رب يا رب يا رب ما لي ولا إلا لك يا رب، نعمة 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 يا بنتي، انتي داري ان انا ما قتلتوش، قولي لهم يا بنتي ما
حد ربي يصدق لي يا بنتي لانها ما قتلتوش. يا بنتي يا بنتي انا ظلمتك صح، بس انا ما قتلش، انا ما قتلش يا بنتي. انت اللي جبتي الشنطه، فين جبتي؟ قلهم انه انا ما قتلتوش يا بنتي. قل لهم يا نعمه انا ما قتلتوش. قل لهم ما حد راضي يصدقني يا بنتي. نعمه ودع عليك مظلوم كم قضى لهم. ودع عليك مظلوم مهما بغيت لابد لك من يوم. سلام نو. سلام نو. هي بنا كان بنينو؟ بنا كان بنينو. عربيك انجليش؟ نعم عربي. عربي اوكي الحمد لله. اقول لك شوف، انا مربوش مصروع والله، انا ادور على ابي ضايع هنا بالحبشه وما دريت وينه، ودائما ابي يسال عليا بشركه البن، قصده اني اشتغل بشركه البن، انا ما نش اشتغل بشركه البن. قلت ايش اسال هنا اذا قالوا هنا ولا سال عليا؟ اهدأ، اعتقد انا وانا خارج من المكتب قبل فتره كذا جاء واحد يسأل على مسعود وحامد أو حميد. حامد وحامد، أنا حامد. فجاء سأل عليه وكذا وطلع فيه أوصاف لأبوك أنت. أبي يلبس هذه الكوفية تقريبا مشابه في واحد لابس كوفية وبدلة زرقاء كذا وسأل وطلع حتى ما حطش عنوانه. طيب ما قال لك أين سراح ولا أين شي ولي؟ لا ما قلنا ولا شيء. طيب انا بجيب لك رقمي انت اذا حط. ايوه رقمي اذا مثلا اجابي. تحط عنوانك تليفونك هنا، اذا جاء ان شاء الله بنتصل عليك نحن. طيب الله يخليك، هذا رقمي والله انه قاس زحفته وانا ادور على ابي. تحصل ان شاء الله. شقنن اقسم بالله شقنن، قد دورته بكل مكان. تلاقيه. هذا الرقم حقي، هذا حامد الله يخليك اتصل بي. مسعود وينه؟ لو تسألوا على مسعود أكاه، مسعود أنا مو دريني أينه. طيب الله يحفظك، اتصل بي أول شيء. بتصل بك الله يخليك. بتصل بك إن شاء الله. أقزع لي؟ إيه تفضل. ما بوش عند أبي بياس ولا حاجة؟ لا ما في شيء. الحمد لله. ما في شيء. هي مع السلامة. شكرا. الله معك إن شاء الله. لا جي ها؟ يا الله هنا شو تقول يا رب. حقمك تلف لف لأونا ها؟ حقمك ترقم لأونا ها؟ سع منك السلة قدامك منك سع الثوق نقاش نظف بعد أكل بعد أكل كل يأكل القاعة. ما هو؟ ها؟ العيوني طعي ما شاء الله على طعي ما الله الله اعرفي كل الرسالة تمام. عبد الوكيل ربشانو تلق ربشانو. عبد الوكيل يما طارو مقبي بيت نو ايشي. عبد الوكيل والله ربشا من هنا عبد الوكيل. أكل هذا بي. عبد الوكيل ميبالسو زيالة؟ واو الحمد والشكر لك يا رب الحمد لله. صار يسبك عربك؟ تنش عبد الوكيل ماي فادر. أنت مسعود؟ نو حامد ابنه. حامد ابنه. اينو وير 10 دقيقة. يا الله والحظ معي مو ذا. طيب اين سراح؟ اينه وير؟ هيد يروح اكه. شو سراح ادور على لا مو لا
ساتو جنزب أبادك لمو ساتو فلوس فلوس أنت أبوك. طيب إيش أسرح أدور على أبي؟ طيب الشي وين جمر وين عندي شي 500 1500 ليش 1500؟ أو أبوك ربش أنا أبادك. يا الله أمسك يا الله لاقي بي يا الله يا رب يا الله شلاقي بي. مالك؟ والله ادور ابني حامي اقل عندكم للحبشه ضاع وانا ضعت بعده. مين اسمه؟ منو؟ مين اسمه؟ حامد حامد عبد الوكي. ايش شكله كيف؟ يشتغل هنا قالوا بشركه حق قلبه. شكله ما شاء الله عليه مطيع ومحترم وخلاق وحق دراسه ما هو حق شاكر يعني. ما نعرفنا. ما تعرفه؟ أيوة. لا مو حتسال. ما في عادنا داهين. مسعود ما تعرف مسعود؟ ما اعرف الرجل. مسعود هذا قالوا عندكم كنا 20 سنه ما ادري كذا. ايوه. مسعود المرزوق. ما نعرفنا. حقه الاسلام مكسر. ايوه. ما نعرف. كله عندكم سلام. كله عندنا سلام. الحمد لله انك تهدير غيرك يهز راسه. ان شاء الله. الله يحفظه. الله يحفظه شكرا. شكرا. شكرا الله. يا ريتني ما عرفت مكانك يا مسعود ولا شفتك بهذه الحالة. أمه يلا أمه يلا أمه شن حق المحكمة؟ قالت يا أنيسة وشاكر خارج بالسيارة. نشوان هذا مش مسعود. يا ابني هذا مش ابوك. ابوك كان عنده سنه مكسوره. حتى شوف يمكن لبس اسنانه 25 سنه ما قد غيرهم. قومي لحق المحكمه خاتي انسه وشاكر خارج بسياره. شو سبق يقرا هنا؟ اشتريها اشتري لها برمجة. تتذكر؟ ايوه تذكرها. انت اللي سرقت تلفوني، اللي سرقت تلفوني يا سارع. انت اللي سرقته. السارق اللي ضيعتني وسلم تلفوني وسلم الارقام داخله. الله لا سامحك خليتني الف من شارع لشارع. انت مش داري انا ايش اللي حصل. انا بفهمك. جيب هنا بعد تليفونه. مسكين البروتوكول. ايه ده؟ بالا تليفون عندي نورنا عند زي ما هونم بقى تليفون هون يعني انا بس سو يو تليفونون يفلقوال طيب من شجر الا من دي حتى كاب جانت من جي من شجر على هيدو على بقى سو يعني نتكلم عن حرام سو يو اين تليفون من عند يفلقوا حتى Thank you.
سلام. شكلك من اللي بعيد يا اخي صح؟ الحمد لله عرفت ان انت من البلاد. اكيد. اهلا وسهلا فيك. اي اوامر لك؟ والله يا صاحب البلاد ابي ضاع علي هنا بالحبشه. قد دورت عليه بكل مكان. سالته بكل شركات البن لانه ابي يحسب اني اشتغل بشركه بن. وقلت له انا قلت شو اسال على ابي اذا قال سال علي عندكم. لا للاسف الشديد والدك ما وصلش. انت وصلت بين اهلك وناسك وجميع اليمنيين اللي هنا بنبلغهم بيدوروا وما بيقصروش. الله يحفظك ما تقصروا، انا واثق ان اليمنيين كلهم شيكونوا يد واحده في الغربه. بس معمل يا صاحبي والله ان كان شكره. دورت على ابي بكل مكان، قد زعفت وانا ادور عليه. انا مش عارف ابي شافه ولا قاوه، ينام ولا ما ينامش. قال واحد ما يشكل لصاحبه من بلده. وسامحنا يا اخي انا ليش استاذنك، شو راح ادور على ابي. مع السلامه استاذنك. لا وين رايح انت اليوم ضيفي؟ الله يجزيك خير يا ابني. ايوه هذا رقم انيسه، هذا الرقم حقه. يا رب يا رب يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد. هيا من عنده يتصل كل ما ساعة وانت تطبق؟ رقم غريب يما. هات لعد يكون ابوك. لما ما تقاوبيش يا انيسة. الو الو حامد. انيسة. عبد الوكيل. عبد الوكيل طلع ابوك كيف حالك وانيسه؟ كيف انت وانيسه كيف حالي؟ انا ضعت بالحبش، ضعت بالحبش، اشتل التلفون السارق سرق التلفون حقي ورجع رقعه. ايه والله انا بالحبش. الله 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 الله، لا تشوف كيف تبهذلت وانيسه، تبهذلت وانيسه. لا اعرف خبرهم ولا يعرفوا خبري. و الحمد لله الحمد لله. وكيف حالكم انتم؟ كيف حال شاكي؟ اليوم رايحين لله الحكم هذا حق حافظ. حافظ حكموا على بالاعدام. لقينا مسعود يا عبد الوكيل، لقينا مسجده. معقول؟ معقول كل هذا يحصل؟ مسعود عايش وزوجي سرق مسعود؟ ايش في؟ ولا حاجة ولا حاجة. مو ذا؟ يا الله، يعني خسرت كل حاجة؟ الفلوس مش فلوس عبد الوكيل، والبيت مش بيتي، كل هذا بيروح. الله يسامحك يا عبد الوكيل. وعملت وعملت يا عبد الوكيل. يا الله وعمل الحين وعمل.
ما قبلتوش مزاول. أنا قتلتش مسعود يا رقيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. حكمت المحكمة على المتهم حافظ أبو نعمة بالإعدام رميا بالرصاص لقتله عمدا وعدوانا على المجني عليه مسعود المرزوق. أولياتهم، هل أنتم مسامحين؟ لا. سامحوا ابني يا شوان، سامحوا. أنا آسف، هذا دم أبي. لا يعني مش مسامح ولا يمكن. لا نفذ. سامحني يا رقيبة، سامحني يا أخي يا محمود، سامحني يا أختي يا نادي، سامحني يا أخي، سامحني يا أخي، قل لعتيقي سامحني، سامحوني يا رقيتي. سامحوني يا أهل قريتي. لن نفذ الإعدام. نفذ. Thank you.
تقلق ولو باب الأمل مغلق كذا الدنيا تموت أحلام ولكن غيرها تخلق فلا عمر الوجع دايم ولا عمر الحزن دايم ولا به شر بالمطلق ولا به خير بالمطلق ولا تقلق حبيبي تعرف ان الهم اذا توزع على قلبك اذا تضعف من النسمة ويبقى ملاي معنى وتعرف تتعب الخطوة اذا دارت على دربك بقرب خطوتك مني وخلي الحب جمعنا حبيبي العمر ما يقدر يعلمنا الجفا والبين وصوت الهجر ما يعرف طريق على ما سمعنا تعال انت وانا نسري نسيمات الفرح بين حبيبي لذة البسمات اسمى من مدى معنا فلا اسوار تمنعنا ولا احزان توجعنا واذا من الامل معنا فلا تقلق ولا تقلق ولو باب الامل مغلق كذا الدنيا كذا الدنيا تموت احلام ولا